السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا حبايبي، معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة جاية لكم بوصفة جميلة جدا. وصفة النهاردة دي تبييض البشرة وحل جميع مشاكل البشرة اللي بتقابلك. مش هتصدقي بجد الوصفة دي جميلة جدا جدا يا بنات، وهتجيب نتيجة رائعة جدا معاكي. مكوناتها سهلة جدا وغير مكلفة، موجودة عندنا في البيت، مش هتكلفك اي حاجة. يلا بينا نقول مكونات الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم جيجي من قناه وصفات طبيعيه مع جيجي. النهارده جايه لكم بوصفه جميله جدا. وصفه النهارده لتبييض البشره، وصفه هتعجبكم جدا يا بنات، ومكوناتها موجوده عندك في البيت، مش هتكلفك خالص. هتحلي لك كل مشاكل البشره، تبييض وتفتيح ان شاء الله، وتوحيد لون البشره. يلا بينا نقول مكونات الوصفه بتاعتنا. مكونات الوصفه بتاعتنا عباره عن نشا ومعلقتين او ثلاثه من الزبده. الوصفه بتاعتنا سهله جدا، مكوناتها في البيت، مفيش بيت بيخلو من الزبده، ومفيش بيت بيخلو من النشا. حتى لو هتجيبيهم اسعارهم رخيصه جدا، وان شاء الله في متناول الجميع. يلا بينا نعمل الوصفه بتاعتنا عشان وجهك يكون زي القمر. هنجيب الطبق بتاعنا، ادي الطبق بتاعنا اللي احنا هنعمل فيه الوصفه بتاعتنا. وهناخد معلقه واحده من الزبده اهو بالشكل ده، وهنحطها في الطبق بتاعنا، وهناخد عليها معلقة نشا واحدة بس اهو. زي ما احنا شايفين كده، وصفة سهلة جدا يا بنات وجميلة جدا. مكوناتها بسيطة خالص، مش هتكلفك اي حاجة. مكوناتها موجودة عندك في البيت. هتحصلي على كريم قوامه جميل جدا، هتدهني بيه بشرتك كل يوم، وهتحتفظي بيه في التلاجة عادي تستخدميه. يعني ممكن تعملي كمية، تعملي مثلا 4 معالق 3 معالق، وتحتفظي بيه في برطمان او علبة صغننة كده على قده، وهتستعمليه، هيعجبك جدا جدا والله يا بنات. يعني وصفة جميلة. خلاص خلصنا، جميلة جدا وسهلة. شايفين قوام الكريمي؟ هتستخدميه يا بنات ان شاء الله كل يوم، هتغسلي بشرتك كويس جدا. بعد ما تغسلي بشرتك بالميه الدافيه عشان طبعا نفتح المسام، هتستخدمي الكريم دوت وتدهنيه على بشرتك بحركات دائريه كده، تفرديه على بشرتك وتسيبيه حوالي ربع ساعه نص ساعه، يعني حسب ما هتلاحظي ان هو بدا ينشف شويه على بشرتك. وهتقومي طبعا تمسحيه، لانه هيبقى كريم دهني. هتمسحيه بالقطنه او بالمنديل، وبعد كده هتغسلي بشرتك عادي وترطبيها بالميه البارده. هتحصلي على بشره بيضه جميله زي القمر ان شاء الله. وهيعجبكم جدا جدا يا بنات. مكوناته سهله وبسيطه. طبعا البنات اللي بشرتها دهنية مش هيجيب نتيجة قوي معاكم، لان اصلا احنا بنستخدم عليه الزبدة. يعني البنات اللي بشرتها دهنية قوي مش هيجيب نتيجة قوي معاكي. ده هيبقى جميل جدا جدا للبشرة العادية والبشرة الجافة. اتمنى ان انتم ان شاء الله تجربوه، وعايز اعرف رأيكم في الكومنتات. واستنوني الوصفة الجاية، واذا عجبتكم الوصفة متنسونيش في اللايك، ومتنسونيش في الشير، عشان نفضل مع بعض على طول نعمل وصفات جميلة من مقترحات ومطالباتكم باذن الله. واشوفكم الوصفة الجاية، وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي.